حنان أمجد حاضرة على القناة ديالي. غير أنا مؤخرا اختاريت واحد لو ديفي، دخلت في واحد لو ديفي ديال أنني نبدا نسيليكسيوني مزيان الأعمال قبل ما ننتجها، سيغتو كندير لي زوتو برودكسيون ديالي. فيمكن هاد لا سيليكسيون شوية خلاتني نتقرب من واحد الناس اللي كيبغيو غير داكشي اللي كندير واللي ارتحيت فيه مؤخرا. ولكن انا كاينه دابا في برنامج جديد مع لي كوميديان في ام بي سي 5، وكاين مشاريع كنخدموا عليها، وكاين المسرح. زعما انا كاينه الساحه في البرد القارس او في الحراره. انا اللي قريب لقلبي هو الموسيقى، ولكن الموسيقى والتشخيص سواء تشخيص صوتي ولا تشخيص بالجسد راهما مرتبطين دائما. كانوا الفنانين اللي كنعرفوا من قبل عبر التاريخ كانوا تيديروا الموسيقى والتشخيص، وكانت افلام فيها ادوار غنائيه وكان. فانا هذا الستيل هذا هو اللي قريب لقلبي، وهادشي اللي كنحاول ندير من خلال لي فيديو كليب. كنحاول نشد شخص سيتوياسيون كوميك وكنشخصها بالغناء وبالتشخيص من خلال المواقف اللي كنصورها وكندير لها الاخراج. يعني هذه الشموليه هي غاديه لصالحي على حسب المحتوى اللي بغيت نبان به انا واللي هو عزيز عليا. نبدا انا هاي الغنيه كانت لهايفه بالاساس بس حاجه من ريدا الطليانو. الكوميديا انا صراحه هذا السؤال كنحس به كبير زعما انني نجاوب عليه. انا ما كنشوفش راسي في الموقف ديال غنبقى ندير ليفالواسيون على شنو كاين في لو تيغان، ولكن انا كيبان لي كاينين دي كوميديان مزيانين اخلاقيا انا وما معرفه ديالي، وكاين فيهم اللي اصدقاء ديالي وعندي علاقه طيبه معهم، وعلى حسب ما تيبان لي تيخدموا، وكاين واحد لو بارطاج بيناتنا. كنعاونوا بعضياتنا، كناخذوا الراي د بعضياتنا، كنحافظوا على الاسرار د بعضياتنا. ما كنحسش بان عندنا ديك سرقه الافكار وهذه بيناتنا. الكليكه بدا اللي كنعرف الله يوفقهم كاملين، وتيبان لي غاديين اون افونسمون، خصوصا دابا مع المحتوى ولا واحد المحتوى كوميدي رقمي عنده معايير ديالو جديده. دونك او نيفو دو فيديو فلوغ كوميك هكا كيبان لي المحتوى غادي وكيكثر، وتنتمناو تكون لا كاليتي قد الكثره زعما. دوماج شوماج ما كاين ما يدان، دوماج شوماج ما نقدرش نقول لك احسن كوميدي، صعيب حيت انا كنضحك بزاف د الكوميديين، وبالتالي بما انهم كيضحكوني كاملين كي غادي ندير نعرف شكون اللي حسن. كاين دي كوميديان قرب ليا بزاف واصدقاء بحال الفنان شعيب حفيري بحكم انني اشتغلت معاه في بزاف د لي باغودي ديالي وكان بيناتنا تعاون وكذا. وكاين دي كوميديان الدراري ديال الاوموراجي تبارك الله عليهم تا هما كاملين اصدقاء ديالي بدون استثناء. هادي زعما سي ما كليك. وكاين الكوميدي فتح غرباوي، ادريس مهدي، الكاما، كلهم كنعرفهم وكلهم خدمت معاهم في دي بروجي سوا سين سوا تلفازه، وكلهم تنضحك معاهم تضحك من داكشي اللي كيديروا، ولكن لي ستيل كيبقاو مختلفين. ناس فاطرين بتي بان تيغاميسو وانا ضاربه الكرشه. بالنسبه لي زوتو برودكسيون كننتجو فاش كنبغيو نديرو انبوت مع اوتبوت، كننزلو بعدا الوقت ديالنا في راس المال. راس المال كيكون هو الوقت والمعرفه، حيت انا ملي كندير الاخراج وملي كندير المونتاج وتلبس راسي وكندير الميكاب لراسي راه ديجا كنقص بزاف د لي طاش د الخدمه ديال دي تكنيسيان كانوا خصهم هما يتخلصوا. دونك كنحط معرفتي في راس المال باش عاوتاني كيجي دو غوتور. لو غوتور هو ليماج، هو كيبداو يتعيطوا عليك في خدام اخرين. وديما الواحد ملي كيكون اوتو برود فاش كيبدا يتخلص في الخدامي كيخلي واحد لاصوم الانتاجات الماجيه. تما فين بديت كندير لي باغودي باش كنقدر نخلص ستوديو، باش كنقدر نيغوسي مع دي كولابوراتور في لي كليب ديالي ايتترا. يعني الانسان ديما كيشتغل بذكاء فني على حسب المجال اللي كيبغي يتوفق فيه، ومن بعد كتبدا تيسر وكتبدا توضح الرؤيه شويه بشويه، حيت المهم هو داك لو بروميي با يدار صحيح، يكون عندك الموهبه وتكون انت باغي تستمر وكتشوف الطريق قدامك ليماج ديالك شنو باغي دير بها. من بعد كتبدا تتعلم او فيغ يا ميزور كتبان الطريق. علاقتي بيوتيوب مزيانه بالنسبه ليا، هذيك الانطلاقه ديالي فاش بديت تنبين الخدمه ديالي وشنو كنعرف ندير. دونك عندي دي سوفونير في يوتيوب، عندي دي سوفونير مع لابلود، مع الكونيكسيون، مع لي كومونتير، مع لي زابوني. كاينه واحد العلاقه ولو انها افتراضيه، ولكن كندير ديما اسقاط على الواقع وتنقول يوتيوب عاونني بزاف على شكون هي حنان امجد دابا. كاين مداخل ولكن قليله بالنسبه ليا، حيت ملي كندير لا ما نكشفلكش عليها حيت
انا صريحه اولا ما حاسباش، ثانيا انا ما كنديرش لي فلوغ، يعني انا كنخدم المداخل ديالي بالنسبه ليا هي ليماج ديالي، حيت من تما كنمشي للتلفازه وكنمشي لاسين، انا كندير الفن، يعني انا ما كنديرش غير يوتيوب باش نبقى غير في يوتيوب، وبالتالي المداخل ديال يوتيوب اصلا كترجع غير اليوتيوب وكننتج بها، والدليل راه كاين في الاعمال ديالي المتواضعه، اشاك فوا كنحاول ندير احسن واشاك فوا كنحط فلوس كثر. اصلا بالنسبه للمداخل، انا الاغاني اللي عندي فيهم ملايين المشاهدات كلهم ما مدخلاش فيهم فلوس، حيت سي دي بارودي، ولي في لي بارودي لي دغوا كي تغوفوندو كاون صحاب لا شين الاصليه، دونك انا المداخل ديالي محدوده جدا لحد الساعه. ملي ندير اون شونسون اوريجينال 100% وتفوت توصل 2 مليون و3 كيما عندي في لي بارودي، ديك الساعه نهضروا على المداخل وما عندي حتى شي مشكل. طلع لي دم 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 غنموت بسم. الفنان بما انه حامل لرساله فنيه هو دائما كيقلب على الانتشار، الانتشار اللي هو نسبيا كيكون مزيان باش الرساله ديالو تنتشر اكثر، اما غير ذلك باش ننتشر غير كشخص يعني ويولي تهضر عليا كشخص، فانا ما كيهمنيش بزاف الموضوع. مي كنبغي نبارطاجي شي حاجه على حياتي الشخصيه راه كنحطها في لي ريزو سوسيو، اي ملي ما كيكون عندي ما ننشر ولا ما كنكونش محضره عمل، انا كنكون غابره بحالي بحال الناس اللي عندها حياه اخرى فيها الدراسه وفيها الحياه الشخصيه. كنتمنى للجميع التوفيق، شكرا على الاستضافه وشكرا للناس المنظمين المهرجان، صافي بليزير نناقش معكم هذه المواضيع وكنتلاقاو في حوار اخر ان شاء الله، وشكرا للمتابعين الاعزاء.